من الله يا ابني، الله يفرجها علينا وياخذنا لعنده ان شاء الله، فرج رب العالمين احسن شيء. مرحبا نضال، شلونك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، الحمد لله. شلونك انت؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، ان شاء الله العيد الجاي يكون اكون بيناتنا، يكون راجعين على الضيعه. كل عام وانت بخير يا ابني، كيفك؟ كيف صحتك؟ طمنا عنك، اوضاعك، احوالك. الحمد لله انت بخير يا رب، شلونك انت؟ شلون صحتي؟ والله ما انا مشتاقين غير لشوفتك يا ابويا انت. هذا صار له ثالث عيد، اشبد يكون العيد على امه. حرقة قلب. بيشتهي يكون معانا مع اخواته، يعايدني، عايده. اشعيات الهواتف يا ابني، اذا واحد ما كان عيلتك موجوده تعملوا لها اكلي، نعمل له اكل طيبي، اكله اللي بده اياها، اكله بحبها. مصباح العيد نقعد نفطر احنا وياه. هاي امي تبها الدنيا. ايش قد صار لك انت؟ ايش قد صار لك مره؟ ايش قد صار لك ما جيت؟ هلا صلي اخر نادي نزلتها ب 17، فتح تركيا ب 17/9/2019. الوقت اللي جيت اخر نادي في الثاني، اخر فتره اخر اجازه نزلتها 17/9، فتح تركيا 17/9/2019. يعني تقريبا صار لي شيء سنه وسبع شهور، راح تقرب السنتين تقريبا يعني. اي يا ابن اسمع، لو ما مرض كورونا كان نزلت لك عين العيد، عيدنا هوني بس بقى صاير المرض. ايش الواحد يعمل؟ حدود مسكره. لك النادي يعني طلعوا قرار ممنوع النادي، ممنوع الفوت يعني هون، يعني ما بنقدر نطلع نفوت يعني. اذا هون عم نطلع بدنا نطلع على الدكان، لان على الدكان نجيب اكل لحنا، ما نعمل براس سوي يعني. كيف نرجع سوريا يعني؟ يعني منعوا الليل، منعوا السفر يعني. نحن هون ضمن تركيا نسافر من ولايه لولايه ثانيه، منعونا نسافر يعني. والله كنت اتمنى يكون هيك بين اهلي وناس قريبين. وش كنا متأمنين، كنت متأمنة يجي رمضان معانا نفطر سوا، نسحر سوا، اساس اول رمضان. اي اساس بده يجينا اول رمضان، نتمنى من الله بلكي نطلع لعنده، نطلع لعنده، لان هو الله وهو معيشنا يا ابني. يعني جينا هون يشوف الوضع ما في شغل هون، ما في شغل هون، نطلع لعنده يعني يمكن نجتمع. اي بنشتغل انا ومرته، نساعدهم يا بنشتغل معهم، نساعد نشتغل ومنعيش بالحلال. هالمعمل عم بشتغل فيه، بنشتغل انا وياه وبناخذ بيت مقعد هالحريم، وبنعيش عيلي وحدي مثل الناس ما عايشين. حط كمامي يا ابني واطلع، لازم روح للكمامي كعشوف.